النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل صينية بطاطس في الفرن. كل اللي احنا محتاجينه هو بطاطس وطماطم وبصل وثوم وملح وفلفل وكمون. هنوضب الصينية، يعني يا ريتها تكون صينية مدورة، لاننا بعد ما نغسل يعني بعد ما نقشر البطاطس ونغسلها هنقطعها دواير، وكمان الطماطم هنقطعها دواير رفيعة والبصل دواير رفيعة، انما البطاطس دواير تخينة شوية. وهنحط عليها الملح والفلفل والكمون وشوية شوربة، اي شوربة، اي حاجة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، شوربة كدابة، كنا عملنا قبل كده حاجة اسمها الشوربة الكدابة هنا على القناة. طيب، وهنوضب الصينية المدورة ونغطيها بالفويل ونحطها في الفرن بشوية الشوربة اللي قلتلكوا عليها. هوضب الصينية ووريكم. دلوقتي احنا حضرنا كده التتبيلة حبايبي بتاعت البطاطس الصينية. طماطم متقطع دواير، وبصل متقطع دواير، وحتى الثوم كمان قطعته دواير، وملح وفلفل وكمون. وبعد كده هتحطي كبشة شوربة او قطعة زبدة صغيرة قوي، او لو عندك صوص فاضل مثلا كنت بتعملي كفتة او لحمة حطي الصوص اللي في قاع الحلة ده. فانا هنا واخده الصوص اللي كنت يعني فضل من الكفته، انا بعمل الكفته في صينيه ففضل منها صوص، خدت الصوص ده بدل ما الكفته تشربه، لا انا اديته هنا لصينيه البطاطس عشان ابقى ايه مقلله الدهون في الوجبه يعني. طيب، لو ما عندكيش ده يبقى ممكن قطعه زبده صغيره قوي او كبشه شوربه. هقطع بقى البطاطس، هغسلها واقطعها دواير برضو واقلبها على التتبيله دي. دايما وانتوا بتقشروا البطاطس يا حبايبي او بتقطعوها يبقى جنبكوا حاجه فيها ميه عشان تحطوها فيها على طول عشان ما تسودش منكوا على بال ما تقشروها او تقطعوها. دلوقتي احنا قشرنا البطاطس وبعد كده ايه رحت غسلته كويس قوي، ودايما حاطه حاجه فيها ميه كده عشان اقشر واحده واحطها، اقشر واحده واحطها، وبعدين غسلته كويس، وبعدين هقطعه بقى دواير واحطه مع التتبيله في الصينيه. دلوقتي حبايبي انا قطعت البطاطس دواير سميكه شويه اهي، وقلبتها على التتبيله كويس قوي قوي قوي، وهغطيها بقى دلوقتي بالفويل وارفعها على نار متوسطه كده او هاديه، نار هاديه شويه، واسيبها بقى على البوتاجاز شويه كده مع نفسها حوالي نص ساعه. وبعد كده في الاخر لما احس انها خلاص قربت تستوي هدخلها الفرن تاخد لون بس، وعريها بقى من الفويل. فالاول هنحطها على البوتاجاز عشان للسرعة، يعني حاجة بتاعت مثلا نص ساعة على نار متوسطة مش عالية، ولما خلاص تبقى قربت تستوي هندخلها الفرن مجرد بس 5 دقايق تاخد لون بس فقط. فدلوقتي هغطيها بالفويل وارفعها على البوتاجاز. دلوقتي حبايبي احنا سايبين صينية البطاطس بقالها نص ساعة على البوتاجاز متغطية بالفويل ومحطوطة متقلبة كويس قوي في التتبيلة بتاعتها وكبشة الشوربة او معلقة الصوص اللي فاضل من تسوية الكفتة او تسوية لحمة. طيب، بعد كده نشوف بقى ايه اللي حصل. اهي ده كده شكلها بعد ايه، بعد نص ساعة من لما انا سايباها. طيب، هاخدها بقى كده على وضعها كده واروح حطاها في الفرن ومولعة الشواية كده من فوق علشان ايه، علشان تاخد لون. فهي كده خلاص هي استوت تقريبا، هي نشوفها حتى تست كده صغير. استوت خالص، هي بدل ما بتتقطع بسهولة كده. يبقى هطفي عليها بقى كده خلاص البوتاجاز، واخدها بقى احطها في الفرن وافتح الشواية من فوق كده بالظبط 5 دقايق تاخد لون بس فقط. بصوا حبايبي، هي كده صينية البطاطس خلاص خدت لون وكده تبقى خلصت، ومن هنا والشفا.